رحنا على المباشر. فوق حسب الشمس. مشاهدي قناة شوف تي في، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في مباشر جديد من مدينة الدار البيضاء وفضيحة أخرى من فضائح قطاع الصحة بالمغرب، حيث أننا كنتواجدوا الآن أمام إحدى المصحات الخاصة ومعنا جوج ديال الشابات، جوج الأخوات اللي وحدة فيهم غتكلم معنا وغادي تعود لنا المشكل الخطير اللي وقع، بحيث أن الأب ديالهم كان كيعاني من مرض القلب، قاموا بجلبه من مدينة فاس إلى إحدى المصحات الخاصة هنا بمدينة الدار البيضاء اللي مختصة في القلب والشرايين، بحكم أنهم قالوا كيسمعوا لها سمعة مزيانة بأنها فيها أطباء مشهورين. للأسف الشديد وفاته ألمانية بعد إجراء عملية جراحية، الله يرحمه ويوسع عليه ضيقات القبور. هذه هي سنة الحياة، ما عندنا ما نديرو، ولكن للأسف الشديد أن هاد الأخوات من بعد ما جاوا دفنوا الأب ديالهم وجاوا بغاو شهادة ديال الوفاة، المصحة الخاصة رفضت أنها تسلمهم هاد الشهادة وكتماطل معهم، مع أنهم جايين من مدينة فاس للدار البيضاء، وكل مرة كيجيو كتماطل معهم الإدارة. السلام عليكم. السلام علينا. حاولي ترفعي صوتك، اشنو وقع بالضبط؟ عليكم السلام علينا. انا سميتي مريم الظريف، الوالد ديالي توفى في هذه المسحه، مسحه كاليفورنيا. هو كان كيعاني مرض القلب، جا ودخل ودوز، ما كاين حتى شي مشكل. المهم الاجراءات داس هي هذيك، عطاونا الدوسي درنا الاجراءات ديالنا، حنا ما وقعنا حتى شي مشكل كبير مع هذه المسحه. هما في الاول الوالد ديالك فايت كيعاني من القلب من زمان، كيعاني مرض القلب. المشكل اللي وقعنا انه تعطاونا الملفات، قمنا بالاجراءات الكافيه، دفنا الى اخره، بغينا دوبليكاتا من السيرتيفيكا ديسي. البروفيسور ما عرفش علاش ما بغاش يتشوفنا، حنا ما طالبنا حتى شي حاجه، جينا باداب احترام، هضرنا باداب. واخا الوالد ديالك واش توفى جراء العمليه ولا تدارها؟ الوالد ديالي دابا هو دار العمليه وتوفى. دابا حنا ما عرفناش، بما ان هاد الناس هاد البروفيسور ما بغاش يشوفنا، دونك شي حاجه كاينه في القضيه. حنا عاد نبحثوا سبب الوفاه، كيفاش هاد السيد توفى، كيفاش هاد المسائل، لان لا يعقل اي اداره في المغرب كتعطيك دوبليكاتا. يعني بغيتو نتوما داك الدوسي ميديكال الدول؟ طلبنا، مشانا لو دوسي، يمكن مشى في ظروف خاصه عائليه، يمكن شي ناس حرشوا هاد البروفيسور علينا، شكون هما ما نعرف، ولكن انا اللي كنعرف داوي الحقوق ديال الهالك هما ولادو، ما كاين شي واحد عنده الحق اكثر من داوي الحقوق. داوي الحقوق ديال هاد الوالد ديالنا هما الاولاد ديالو. انا جيت كنمثل خوتي وباش يعطيوني هاد الدوبليكاتا، البروفيسور امتنع انه اصلا يشوفني. دونك كاينه شي حاجه في القضيه، حنا غادي نرفعوا دعوه وغادي نطالبوا بلوتوبسي بالتشريح للاب ديالنا، ونشوفوا هاد المسحه علاش ما بغاتش دير معنا هادشي، وغادي نمشي نديبوزي بلانت عند وكيل الملك باش الاجراءات تمشي قانونيه جدا. حنا ما درنا لهم شوشره، ما ازعجنا المرضى، ما درنا حتى شي حاجه، طالبنا باش نشوفوا البروفيسور علاش ما يتلاقانيش. اش كيقولوا لكم ياك هادشي؟ قال لك اسيدي تيتصل بينا، يمكن شي واحد، حنا ما عرفناش هذا الواحد شكون هو وشنو الدخل ديالو، يتصل بهذا البروفيسور باش يعطيه الاوكي باش يعطيني انا دوبليكاتا. علاش؟ شكون اللي عنده الحق اكثر؟ واش انا بنته ولا شي حد اخر؟ ما كاينش. وفي الطبيعي يعني والقانوني ان العائله ديال الهالك الاولاد ديالهم اللي تياخذوا ذاك لو دوسي. نورمالمون الدوسي تعطى، ماشي ما تعطاش من لاكلينيك، مي ضاع. علاش ما تعطينيش دوبليكاتا انا بنته؟ انا ماشي انا اللي جبته للمسحه، جابوا الاخ ديالو والاخت ديالو الله يجازيهم بالخير، عمكم وعمتكم، ماشي مشكل، عمي وعمتي جابوه لاكلينيك، داروا الاجراءات، دفن السيد بلا خبرنا، حنا ما عارفين حتى شنو واقع. بالتليفون كنا كنشوفوا الحاله ديالو، منين هما الوثائق بالعربيه ما ضاعوش، هما ضيعوهم باش ما يعطيوهم الناس، علاش ما عرفتش السبب. ما حضرتوش الاب ديالك؟ حنايا جابوه، راكي عارفه الظروف ديال كورونا، توفى هزوه ديريكتومون للمقابر دفنوه. جيت حنا فاش بغينا نديروا الاجراءات ديال الاسقاط، خصنا ضروري المكان ديال الوفاه هو المكان ديال الاسقاط. جينا للدار البيضاء ما عندناش وثائق،
طالبنا بهم العائله ديالنا اللي مبغاوش يعطيوهم لنا، جينا لاكلينيك كايتها الناس عافاك بروفيسور هو مول شي هو مول مسحه كاليفورنيا في عافاك دون ذكر الاسماء. لا 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 دون ذكر الاسماء، علاش انا هو اللي داير لي هذا الشيء باش خلاني انا نهضر في الصحافه؟ مسحه كاليفورنيا بروفيسور بالحاج انا سمحي لي انا خصني نذكر الاسماء، انا الا ما ديتش تذكري لي الاسماء ما دوزيليش انا هذا اللايف، فهمتي اختي؟ انا ما طلبت منه دابا حتى شي حاجه، انا الا بغيت ورقي نمشي للقانون، علاش هاد البروفيسور ما بغاش يشوفني انا في شخص بنته بنت الهالك؟ علاش ما بغاش يشوفني؟ شنو هو السبب؟ خلص الواجبات كلشي مخلص كلشي مخلص، الا عنده شي مشكل يجيني فاس يقول لي شوف بنتي انا ما نعطيكش الورقه جري طوالك نمشي للمخزن، اما باش ما يشوفنيش ان با لو دووا خصو يتلاقاني، انا جيت 400 كيلومتر بلوتوريزاسيون د السلطات ونجي انا عند السلطه البيضاء وما تلاقانيش، علاش؟ شكون هو؟ شحال من مره جيتو عنده؟ حنا بصراحه جيت هذه الاول مره، ولكن كانوا الاتصالات الهاتفيه اشاك فوا، درنا توكيل حنايا الورثه كلهم خوتي، درنا تفويض للسيد، جا قال لك اسيدي لا ما يجينيش انا انسان غريب، قلنا ماشي مشكل، طلعنا بيدينا واخا الظروف والناس كتقول لك التباعد ونبقاو في مدنتنا، هو راه كسر القواعد ديال اننا نحترموا شروط السلامه ديال كورونا، راه كسرها هذا البروفيسور اللي تبارك الله راه في المجال الصحي، فهمتي يا لالا؟ وجينا طرقنا الباب ديالو بكل ادب، الله يخليك يا لالا، بغيت نشوف بروفيسور، كيقول لك لا اتصل بيا فلان، شكون هو هذا فلان؟ هذا ما عرفتش انا شكون، انا ماشي ما كيهمنيش شكون. لا ولكن هو كيقول لكم هذا فلان واش قريب ديالكم ديال العائله؟ هذا قريب العائله اللي تكفل الله يجازيه بالخير بالمصاريف كلها، هذا ما كيمنعش انك انت تعطيني انا بنتو دوبليكاتا، شنو طلبت؟ شي حاجه ما كايناش؟ كاين شي اداره في المغرب ما كتعطيكش وثيقه ما كتعطيكش نسخه طبق الاصل من الوثيقه اللي ضاعت لك؟ ما كاينش، دونك هو انا طالبت انه يتلاقاني، يخرج عندي كي جيت عنده بادب وضربت عليه الطريق انا قلت كسرت القواعد ديال كورونا، يخرج لعندي يقول لي ما نعطيكش ولا نعطيك ولا يفسر لي علاش. المهم بغيت غير لو كونتاكت انا تلاقى. بغيت نشوف هذا الانسان، بغيت نشوفه بما انه دار هذا الشيء، دونك انا هذا الوالد ديالي مات بشي حاجه اخرى العلم ولله، انا رفع دعوه ديال التشريح ديال هذا الاب ديالي ونشوفوا حنا الناس علاش مخبعين هذا الشيء، فهمتي يا لالا؟ انا هذا هو المشكل عندي، مشكل عندي مع بروفيسور بالحاج من صحه القلب والشرايين كاليفورنيا. اذا غتقومي برفع الشكايه؟ انا غادي ندير الاجراءات القانونيه دابا، غادي نسالي معاك نمشي عند وكيل المالي كندير بلان تصيفط معايا شي واحد يعطيوني الورقه ديالي، نسقط الوالد ديالي لان بقات سيمانه سينو الا ما سقطتوش غادي نسقطو عن طريق محكمه وما هي وما لونها، حنا الناس فاس ونبقاو نديبلاصاو وراك عارفه الخدمه وعارفه بزاف ديال 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 هذا. واش نقدروا نقولوا هادو مشاكل عائليه سبب الورد؟ ما عرفتش اختي، ما نقدرش نجاوبك على هذا السؤال حيت دابا انا المشكل اللي عندي مع البروفيسور، انا مشكلتي مع المسحه، مشكلتي كلها مع المسحه. يعني انت عمك تيقول لك ضاع عليه الدوسي. انا خصني المسحه يطلقني البروفيسور، علاش ما بغاش يطلقني؟ انا عندي مشكلتي كلها مع مسحه كاليفورنيا للقلب والشرايين. تقريبا شحال تكلفات العمليه؟ ما اختي ما نقدرش نقول في الحدود. حنا علاش حنا ما دخلنا في حتى شي حاجه ديال هذا الشيء؟ حنا با كان مريض، حنا ما كناش عشنا معاه بزاف ديال الوقت، ولكن ما كانش هذا ما كيمنعش ان العلاقات ما كانتش طيبه. طبيعه الحال الاب ديالك هذا الشيء انني يلاه شفتو، يلاه شفتو قبل ما يموت بان سومين، دبلاصيت عنده للدار البيضاء وشفتو تلاقينا وخرجنا اونسومبل وكل شيء. فاش اختي مات انا مهم، انا مشاكلي العائليه قادره بها، انا خصني هذا السيد يتحاسب علاش ما يشوفنيش، هذا البروفيسور بالحاج علاش ما يطلقانيش. هذا هو مشكلتي انا اللي عندي وشكرا. اذا مشاهدي قناه شوف تي في كنتم معنا مباشره من امام احدى المصحات بمدينه الدار البيضاء اختصاصيه في القلب والشرايين، ومع هذه العائله لابنه احد الاشخاص اللي توفى هذه يعني ايام قبل، كطالب فقط بالدوسي ميديكال ديالو باش يديروا الاجراءات ديالهم القانونيه، واللي حسب تصريحها ان البروفيسور صاحب المصحه واللي قام بالاجراء ديال العمليه رفض انه يسلمهم لها. شكرا لكم والى اللقاء في مباشر اخر ان شاء الله.